طاب يومكم أحبائي طلاب الصف الرابع الأساسي في مدرسة راهبات سيدة الرسل. أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير. سنتعلم اليوم كيفية إعراب الفعل المضارع المرفوع إعراباً كاملاً. بداية، سأذكركم بعلامات رفع الفعل المضارع وهي الضمة الظاهرة على آخره نحو يستقبل، الضمة المقدرة على الألف المقصورة للتعذر نحو يرى، الضمة المقدرة على الياء أو الواو للثقل نحو ينمو يمشي، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة نحو يسمعان. الأفعال الخمسة هي التي تصرف مع الضمائر هما هم أنت أنتما وأنتم. سنعرب الآن الأفعال المضارعة الواردة في جمل التمرين الآتي: تتنقل الفراشات من زهرة إلى زهرة. الفعل هو تتنقل، فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى الجملة الثانية: ينمو العشب في الحقول. ينمو فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. يمشي الجندي منتصب القامة. يمشي فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. تدركين عواقب الأمور. تدركين فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يرقى المثابر سلم المجد. يرقى فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المكسورة للتعذر. وبذلك أحبائي نكون قد أنهينا إعراب الفعل المضارع المرفوع. والآن لكي تتأكدوا من فهمكم القاعدة فهماً تاماً، عليكم بإنجاز التمرين الآتي: أعرب الأفعال المضارعة الواردة في الجمل الآتية: يستقبل أبي الضيوف، يسمو التلميذ بأخلاقه، يحمي الجندي وطنه، تراقبون غروب الشمس، تسعى الفتاة إلى النجاح. عملاً موفقاً وإلى اللقاء.